هل التعدد اصل في الشريعه ام الواحده؟ وهل العدل يعني كل شيء او اشياء مخصصه؟ الاصل التعدد والواحده عند العدل. الاصل التعدد والواحده عند العدل. اذا والذين لا يعددون ولا سيما من اعداء الاسلام هم اشباه الانعام، يقتصر على واحده في الاسم وهو بالحقيقه ليس على واحده بل على عدد، كالتيس الذي يعرض عليه هذه وهذا وكون يعرض عليه هذا وهذا، ويلقي مليه ورقفته في كل مكان ولا يبارك البهيم. اما صاحب الزوجات في الشرع ويلقيها في محل صالح، في محل مباحه الله، في محل مقصود، وهو بعيد عن مشابهة البهائم، ولكن هم أعداء الله، هم أقرب الناس إلى مشابهة البهائم، كما قال عز وجل: أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وآخر يقول: بالنسبة في الخارج يتزوج الرجل على واحدة امرأة، فإذا أراد يعني هذا الشيء يتزوج على واحدة يقولون عندهم القانون لا يبيح لهم أكثر من ذلك، أما إذا أراد يتزوج فيتزوج متعة، ما الحكم في هذا؟ متعة غير هذا عند الراجل، هم يعملون هذا عند الراجل، عند النصارى النصارى عندهم الزنا.